كنتمناو يتعاون تعرفنا على ناس جداد الحمد لله برافو باب عمران الله يحفظك أحسن مهرجان في المغرب وكنتمنى يكون كل العام إن شاء الله المهرجان تيكون كل العام اللي هو تيجمع بزاف ديال الناس ديال المغرب وخارج ناشطين ديما الثقافة والنشاط فرحانين أنا من النواحي ديال المغرب كل عام ناشطين رجولة تيتيز بين تيتيز وطبوع النشاط المهرجان كان زوين اخوتي كاين احوزار كاين سي احوزار من موراه مهدي بوزين والمهرجان زوين وباقي السيمانه طويله وشكرا بالرجولة اخوتي مهرجان يا سلام النشاط والكسكاسه والتيتيز والتيتيز المهم اخوتي شتي النشاط غير انا معاكم وتيتي تيتي اخوت والحريم حريم سلطان بوز بوز نشوف معنا سميزه بسم الله سيدي تنشكركم بزاف بزاف بعدا نشكروا الجمهور ديالنا هذا المهرجان ديال الفنان هذا العام الثاني ديالو ونجح ان شاء الله ومازال غينجح ان شاء الله ومازال نستمروا فيه وشكرا بزاف غادي نقول شي كلمه عاوتاني بشلحة التقليديه ديالنا المهرجان افرانا سكواسا يغودا بزاف خناضان كل سكواس تيكون احسن احسن المهرجانات دولي دي سي سوسي دي سا عربن دي سي مازيغن كل شيء مزيان الحمد لله انا بدال نتقاعف وسك فوس دغي نتمنى ان شاء الله زي طنجه القويره ان كان فوس فوس انتو غدا دي مازيغن ان شاء الله يطورات النخ ورتن تو الاخر هذا الوشاد والله ينصر سيدنا شكون استمتعنا اليوم بهذا المهرجان السيق اللي حضروا فيه من فنانين كبار وكان شرف لينا اننا نحضروا معاهم وكمدينه افران مدينه سياحيه كنتمنوا تبقاو ديروا لنا هذه الحفلات وهذه الليالي الموسميه مثلا في كل على طول العام بس نستمتعوا بها ونبقاو نحضروا دائما ونستمتعوا هذا الشيء اللي داروا افران زوين بزاف هذا المهرجان وزوين بزاف وعجبني بزاف احوزر تبارك الله عليه تا هو زوين بزاف ومهدي بوزاير تا هو كيعجبني كيعجبني المهرجان ديالنا واعر ديال افران وعجبنا بزاف وجا عندنا مهدي كنحماق عليه بزاف 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 هو انا جيت من باس وانا تكلمنا في التعاون زوين انا من الاطلس انا زوين والله انا واعر زوين 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 والله انا كوكوس